موضوع الحساب الجاري. بالنسبة للحساب الجاري على حد إلى حد الآن ما عندناش عقلة توقيفية على الحسابات نتاع نادي الرياض الساقسي، هذا ما هوش موجود، لكن اللجنة هذه اللي تكونت في حملة التبرعات، الإشراف على حملة التبرعات، واخذ احتياطاتها من كل كبيرة وصغيرة، وإن شاء الله معناتها مع نهاية الأسبوع هذايا يقع الإعلان، أو بداية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير يقع الإعلان عن كيفية معناتها تسيير حملة التبرعات هذه. مش تكون كما قلت لك، ما مش يكون فيها جديد، ما احناش مش نقتصروا على صبين فلوس في الحساب الجاري من طرف الأحباء. ثم دوتر ميثود معناتها اللي حتى الإنسان والمحب اللي يكون بعيد احنا مش نمشي له، مش هو اللي يلزمه يجينا. فهمت؟ دونك